بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ واهلا بيكم في قناة نواد دهاء مرسي. النهاردة هنعمل مع بعض الدورة المسكر. انا بالنسبة لي الدورة المسكر مكنتش طبعا بحبه ولا فكرت مرة ان انا اعمله بصراحة، بس قلت اجرب واشوف هيطلع حلو ولا ايه. فبصراحة عجبني جدا، فقلت لازم اجرب معاكم الذرة ونشوف هنعمله ازاي وهيطلع شكله ازاي وطعمه ازاي. قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وشير عشان كل الناس تشوف الفيديو، وان شاء الله يعجبكم النهاردة. انا عندي ذرة هنا وجبت يدوبك كوزين، بس قلت اجرب فيهم. قشرته بالشكل انتوا شايفينه ده وعينته كل حاجة فيه، القشر البني اللي بقى الخفيف اللي جوه تمام. وهنا هقسم الذرة يعني نصين ثلاثة على حسب الكوز اللي عندك. انا هنا قسمته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، انا قسمته بايدي اهو زي ما انت عايزة. تقسمي بقى، تقسمي نصين، تقسمي ثلاثة، حسب ما انت عايزة. بعد كده انا هجيب حلة على النار، وبعدين هجيب معايا مية عادي من الحنفية بتاعتي. طبعا على قد الدورة هحط، مش هحط مية كتير اهو بالشكل ده كده. وهجيب عندي كوباية لبن، عايزة تحطي نص كوباية تحطي، عايزة تحطي كوباية، حسب ما انت عايزة يعني. المهم بتحطي فيه لبن عشان خاطر الدورة هنسلقه فيه ويبقى طعمه حلو لما يجي يغلي ويستوى كمان. انا هنا حطيت كده المية وحطيت معاها كوباية لبن بالشكل ده كده. هجيب كمان معايا معلقة كركم بتاعنا اللي احنا بنستخدمه عادي عشان خاطر يبقى لونه اصفر، يبقى شكله جميل زي ما بنشوفه كده بالظبط، يبقى بندي لون حلو جدا مع اللبن هيبقى كمان طعمه حلو. انا هنا بقلب اللبن مع الكركم بالشكل ده كده والمية عشان يديني اللون الاصفر انتوا شايفينه ده. بعد كده هجيب عندي سكر، انت السكر حسب ما انت عايزه بقى، تحطي معلقه، تحطي معلقتين، تحطي اكتر، ما تحطيش خالص، حسب ما انت عايزه. بس طبعا هو اسمه ذره مسكر، فيعني اللي بيحب المسكر هيحطه. انا حطيت هنا نص كوبايه بصراحه، نص كوبايه سكر حطيتها، وهقلب برضو مع بعض ادوب السكر كده. انا طبعا مولعه النار، حطيت نص كوبايه السكر وبقلبه بس كده بدوبه. وبعد ما بدوب السكر في اللبن والمية والكركم هجيب بقى الذرة اللي انا قسمته. بعد كده هحطه معايا هنا في الحلة عشان يبتدي بقى يستوي مع بعض بالشكل ده كده. هحطه كله طبعا مع بعض اهو، طبعا هياخد اللون الاصفر اللي احنا حاطينه بتاع الكركم، وهياخد طعم اللبن اللي احنا حاطينه، وهياخد برضو طعم السكر اللي احنا حاطينه. بصراحة انا عجبني جدا بصراحة، وقلت لا لازم اعمله تاني، وعجب الولاد كمان، فقلت لازم اجربه معاكم ولازم تجربوه حتى لو حاجة بسيطة زي ما انا عاملة كده. انا هنا حطيته كله مع بعضه بالشكل ده كده، انا هسيبه بقى يغلي مع بعض شوية عشان يستوي، وبرضو هفضل معاكم خطوة بخطوة وهو بيغلي عشان تشوفوا شكله. انا هسيبه هنا يغلي كده مع بعض وهرجع لكم تاني ونشوفوا شكله ايه. ورجعنا تاني وده شكله بعد ما غلي بقى بالشكل ده. هو مش بياخد بصراحة وقت على النار خالص اهو بالشكل ده كده. انا بس بقلبه بحركه، ودي هنا ودي هنا بحركه عشان كله ياخد سوا بعض بالشكل ده كده. شايفين لونه حلو ازاي وشارب بقى اللبن والسكر؟ بصراحه طعمه حلو قوي. انا هسيبه هنا بقى معلش كمان شويه يكمل سواه، يعني هو عندي يعتبر خلاص دخل في السوا، هسيبه كمان شويه صغيرين يعني حوالي دقيقتين ثلاثه بس يكمل سواه وهرجع تاني. ورجعت لكم تاني وخلاص دي اخر مرحله فيه. انا كده بالنسبه لي استوى خلاص، شايفين استوى وبقى خلاص طعمه جميل جدا ومسكر ولونه حلو زي ما انتم شايفين كده. انا بقى هطلعه واحطه في طبق التقديم.
شايفين شكله تحفة وشكله جميل جدا، شايفين الجمال؟ بصوا وشوفوا كمان مستوي كمان، شايفين طلعت معايا الذرة ازاي بسرعة؟ بصراحة والله بجد يعني طعمه طلع تحفة وشكله كمان جميل اصفر، يفتح النفس بجد يعني، ايه تجربوه وتشوفوه. شايفين شكله حلو ازاي وطعمه احلى، طعمه مسكر وحلو قوي، يا رب يعجبكم، يا رب تجربوه ان شاء الله وتقولوا رايكم في الكومنتات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك وسبسكرايب واشتراك في القناه وشير للفيديو عشان الكل يشوف الفيديو والكل يجربه والكل يستفيد. اتمنى يعجبكم يا رب، اشوفكم على خير ان شاء الله، شكرا ليكم، سلام عليكم.